كل حدا فينا يا هادي بيولد عنده ابداع بمجال ما. شفنا ناي كيف صحيح. كان عندها هي الهواية بالفصاحه واشجار وابداع جدا جميل، وعم نشوف طاقات شبابيه بتجنن بتحمل طاقات ابداعيه بحاجه دائما للدعم. هدول الطاقات بحاجه بتكون كامنه عندنا، يعني بحاجه لهذا الدعم لحتى نقدر نبرز جماليتها، وخاصه اليوم يعني ضيفنا رسام وهو صحيح. هاوي وطالب بكليه الفنون. اكيد يا رشا، يعني اليوم فعلا صباحنا هو غني بالمواهب، وتعودنا دائما ضمن صباحنا نسلط الضوء وندعم هي المواهب، لان هي فعلا بحاجه لتسليط ضوء ولا دعم اكيد من الاشخاص اللي حواليه. ضيفنا لليوم موهوب بالرسم، بيعتمد على المدرسه الواقعيه، بيرسم كثير من اللوحات البورتري. رح نتعرف اكثر تفاصيل عن موهبته. بيسعدنا انه يكون معنا لليوم علي هشام حمود، طالب في كليه الفنون الجميله جامعه دمشق. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير، كيفك؟ تمام. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتعرف عليك اكثر، على هي الموهبه الجميله، ايمت بلشت فيها؟ بلشت فيها من الطفوله وصرت طورها مع الايام، انه بالابتدائي صرت اروح معاهد طورها، اتدرب منيح. بالاعدادي تعرفت على الاعلامي رائد خليل. كان له فضل كبير، علمني على الكاريكاتير وخصوصي بالبورتري. رسم الكاريكاتير ساعدني لحتى اطور هذه الموهبه اكثر واتقن الواقعيه بالوجوه والبورتري اكثر لحتى تطلع على شكل اقرب للصور الفوتوغرافيه. بعدها انه بعد مرحله البكالوريا تعرفت على الانسه روان الواع، وكان لها فضل كبير علي انه فوت مجال الفنون الجميله وابدا فيه. حبيت يعني تسقل هي الموهبه بالدراسه الاكاديميه. فصرنا نطور منها بالكليه بمساعده الدكاتره، من بينهم الدكتور عبد الله صالومي والدكتور محمد علبي، كمان لهم فضل كبير. بمساعدة رفقاتي اللي سابقيني بالسنين اللي بعد، بالدراسات والمدارس الواقعية أكثر شيء، لأنه هي تعدد مدارس كثير وكثير صعبة يعني. فبلشنا بالواقع وعم نحاول أتقنه قدر الإمكان لحتى ننتقل للي بعدها، لأنه الفنان بشكل عام ما هو فنان على مدرسة واحدة أو موهبة واحدة، لازم يكون متقن كل شيء، أتقن كل التفاصيل، كل العمليات، تعرف على كل المدارس ويقدر يعرف ثقافة كل مدرسة يمكن وانتمائها. تمام. ويمكن كثير حلو اليوم أنه أنت عندك هي الموهبة من الصغار، وأنت اليوم كملت هي الموهبة بشكل أكاديمي، دخلت لكلية الفنون الجميلة، عم نتابع عبر الشاشة العديد من اللوحات اليوم يلي أنت شغلون عليه. خلينا نوضح للمشاهدين شو النمط يلي بتحب ترسمه، وعم نشوف أكتريتها في بورتري صور، خلينا نحكي أكثر. هلا مبدئيا أكثر الرسومات اللي بحب السماء، انه بغض النظر عن البورتريه، هي الماسكات. الماسكات هي التماثيل، وخصوصا التماثيل الاغريقيه واليونانيه مثل سقراط افلاطون. بعدين بتجي بالمرحله الثانيه هي البورتريه، بس اي شيء برسمه سواء بورتريه او طبيعه صامته او ماسكات او اي شيء، بحاول اتقن فيه دائما الواقعي او بالتشريح، المدرسه التشريحيه او الدراسه التشريحيه لحركات الجسد، حركات عضلات الوجه، كل هدول بيساعدوا منشان تبين الصورة واقعية أكثر بالرسم. معناتها هون علي عندك شوية خبرة بلغة الجسد، يعني لحتى تقدر تعطي الصورة حقها يعني. هي نوعاً ما. نوعاً ما. طيب اليوم شو هي الأدوات اللي ممكن أنت تحتاجها من خلال رسمك، يعني بسيطة ممكن تحتاج لشيء مواد تقيلة لحتى تقدر تظهر جمالية اللوحة؟ هلا بالنسبة لدراستنا نحن تقريباً عم نستعمل كل شيء. بس اكثر شيء متمكن منه او حاليا كتمكين شوي هو الخشب، سواء رصاص او فحم او الوان، وهو اكثر شيء بيطلع الواقعيه. بحب طورها اكثر منشان بعرف اشتغل قواش، لازم طورها اكثر، المائيات، الزيتي، الحبر كمان بيطلع واقعيه بحته تقريبا. كل هدول بيساعدوا منشان تطلع الواقعيه، بس اكثر شيء متمكن منه حاليا هو الرصاص والفحم. تمام. خلينا نحكي عن اللوحات الموجودين اليوم، قد ايه اخذوا معك وقت لحتى انجزت هيدي اللوحه؟ هلا هدول اللوحات كانوا بمشاركتي بالمعرض اللي كان من يومين. من يومين خلص. وين كان المعرض عليه؟ كان بفريق 100 كاتب وكاتب انضميت له على جديد، وبالمركز الثقافي بكفر سوسه اشتركنا بالمعرض، وكان في انا وكم زميل من الفنون الجميله مشاركين فيه. طلاب. بالاضافه لهواة من خارج الكليه. طيب بس شاركت بهدول اللوحتين؟ شاركنا فيهم، وكانوا اخذوا وقت منيح والله، اخذوا تقريبا كل وحده اسبوعين او اسبوع كيف وشوي. كانت الاصداء؟
كيف كانت الأصداء عليهم؟ كيف كانت آراء الناس حوالين اللوحات؟ هلا مبدئيا على الحضور اللي كان موجود وعلى اللوحات اللي كانت موجودة تقريبا كانوا من اللوحات الأقوياء يعني. حلو. شو بتحس اليوم المعارض ممكن تقدم لك يعني كونك خطي التجربة؟ بشعر انه ممكن انت تستفيد من خبرات زملائك، انه ممكن تاخذ بعض الملاحظات، تعدل بشيء ما، يعني يكون عندك حافز لمعرض جديد. هلا هو الحافز دائما موجود، وانه الواحد دائما بده يتطور نتيجة الزملاء اكثر شيء. يعني زملاء الدراسة او العمل هنن اللي بيطوروا من موهبة الشخص طالما الشخص عنده طموح. يعني انا شفت رفيقي مثلا سنة ثالثة عم يشتغل بالطريقة الفلانية، انه ليش اشتغلت كذا؟ لانه بتعطي النتائج هيك هيك هيك، بصير استشير فيه، ينصحني، يعلمني كذا، يساعدني. رفقاتي بشكل عام كان لهم فضل كثير كبير انه يساعدوني بهذا الشيء، وخصوصي بكليتنا نحن يعني اعتمادنا كله على بعض. انا بتعطوا نصائح لبعض، هون غلط، هون لو عامل هيك بيكون افضل، لو تماما يعني. هلا انا فتت ما بعرف اشتغل بالقواش مثلا، ما بعرف امسك ريشه، رفقاتي ساعدوني، في عالم ما بتعرف تمسك قلم رصاص اصلا كمان ساعدناها وهيك. كثير حلو هيدا الدعم اليوم، ان كان من قبل الاهل او من قبل رفقاتك. اليوم خلينا نحكي، كل شاب اليوم عنده يمكن موهبه وعنده مشروع معين، بيمكن يواجه صعوبات او تحديات بحياته. خلينا نحكي شويه التحديات اللي واجهت عليه خلال موهبته بالرسم. والله هو التحديات اجت من كل النواحي تقريبا يعني فتاتي جروحاته يا ايه والله هلا كان في محاربات كثير، وكان في ضغوط كثير من ناحيه الموهبه او الدراسه بشكل عام، لانه هي فاتت يعني بمجال الدراسه. كان في ضغط من ناحيه مثلا دوامنا بالجامعه كثير كان صعب، بالاضافه للشغل الخارجي، بالاضافه انه كان في عندنا مثلا وظائف خارجيه لازم نعملها مثلا خارج الجامعه ونجيبها بيوم من الايام. بغض النظر عن المشاكل وهيك، فالواحد ما لازم يوقف، سواء كان طموح او كانت دراسه او كانت حلم له، ما لازم يوقف عن ضغط. واثنين كلياتنا بدنا نمر بظروف، كلياتنا بدنا نمر بمشاكل اجباري، لازم الواحد يتخطاها لحتى يوصل للنقطه اللي هو بده اياها او بيحلم فيها. طيب طالما ذكرت الطموح علي، ولكل حدا منا كان في طموح بحياته، في ناس تاخرت لوصلت بس وصلت، وفي ناس كانت مثل ما بيقولوا طريق ممهد امامها. يعني نحن اليوم للاسف جيل الشباب يعني ظروف صعبه ما كثير عم بتساعد لتحقيق طموحاتهم، ولكن فيما بعد، بعد ما ننهي الكليه، لوين علي بده يروح؟ والله هو دائما الخير فيما اختاره الله، لانه في اختصاصات كثيره عندنا يعني، فشو ما اختار انه يعني الحمد لله رضيان. يعني هن الخمس اختصاصات انا حابب انه اكون ابدع فيهم الخمسه ان شاء الله، سواء شو ما كان الاختصاص، شو ما كانت دراستي لقدام، انا بعرف انه في نقطه معينه بدي اوصلها وان شاء الله رح اقدر. تمام علي، في وقت معين بتحب ترسم فيه؟ يعني مثلا بقول لك في اشخاص انا بحب ارسم بالليل على هدوء، او في اشخاص مع فنجان قهوه او اي مكان او اي منظر. خبرني انت اليوم ايمت ممكن هيك يجيك الالهام انه انت فعلا حابب ترسم لليوم؟ هلا قبل ما فوت الكليه او حتى بعد ما فتها، مستحيل قليل كثير انه يمر نهار واحد بدون ما ولو على القليل شخبر شخبره على زاويه الدفتر اصلا وانا ما ادرس. اما حاليا اكثر شيء هيك بيعطيني دافع اني ارسم وطول بالرسمه واعطيها حقها، لما اكون بالجامعه حوالين رفقاتي، كل واحد عم يدرس، كل واحد عم يرسم، هذا الشيء كمان بشجع يعني لحتى الواحد يستمر انه يعمل شيء مبدع يفتخر فيه قدام رفقاته، يفتخر قدام اهله، يفتخر قدام دكاترته انه وصل لهالمرحله هذه. يعني هلا بالرسمات اللي انعرضت بتلاقي فرق كبير بين كل رسمه ورسمه، هي نتيجه انه ما في وقت زمني طويل بيناتهم، هو وقت زمني قصير، بس نتيجة كم المعلومات الهائلة خبرات اللي بتجي من فترة لفترة. يمكن أو إذا أخذت لوحة اليوم قارنتها بلوحة من سنة ماضية تضحك. قارنته إيه، وحرفيا كثير ضحكت. ضحكت؟ إيه والله كثير. كلنا بنمرق بهي القصص، يعني أحيانا من أي شيء بنعمله، إنه حتى على مستوى بوست بتنزله أنت من كذا سنة أو فأنا هيك كنت فكر، هذا الشيء بيزيدنا خبرات. اليوم علي أنت بحاجة أيضا يعني مع الكلية، هل بتفكر انك تعمل كورسات تزيد هي الخبرات خارجية بعيدا عن الكلية، او بتحس لا ما رح تفيدك انه الكلية عم تعطيك كل شيء؟ هلا اي شيء خارجي او جوا الكلية او هيك كله رح يفيد، وكله له طريقة معينة، سواء كانت كورسات مثلا بالزيتي او المائيات من ناحية اللوحات، او كورسات من ناحية التصميم الجرافيكي او الانتيريان ديزاين او الجرافيك ديزاين،
لا انا افضل انه الواحد يتابع بحاله بنتيجه الكورسات او دائما يستمر ما يوقف عند نقطه معينه. تتابع هيك اونلاين على الفيس بتتفرج معارض شو في جديد بهي القصص ممكن تدعمكم انتم كطلاب؟ هي اكيد يعني دائما نحن لما نشوف انه الفنان الفلاني عامل معرض مثل عميد الكليه فؤاد دحدوح لما عمل المعرض تبعه تقريبا كل الكليه راحت لانه كلها بتفيدنا. صح كل الخبرات التغذيه البصريه اللي بدنا ناخذها من اللوحه وهيك كلها تعليم إلنا انه نحن كيف بدنا نشتغل لقدام، كيف بدنا نوصل لنقطه معينه لما نعمل معرض فردي عن انه نمط نشتغل، انه فكره نشتغل، كيف نشتغل صح. كل هالشغلات بتفيدنا اكيد لحتى نوصل للنجاح لازم دائما نكون في تجارب سابقه. وبدنا نشكرك كثير، كنت معنا علي هشام حموط طالب في كليه الفنون الجميله بجامعه دمشق. شكرا لك لوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بحياتك. شكرا لك. شكرا علي، ومن خلالك هيك بدنا نوجه تحيه لكل طلاب كليه الفنون. نحن عندنا شباب عنده طاقة كتير حلوة ودائما بحاجة لقدام. إن شاء الله هيك نشوف اسمك بين الفنانين الناجحين ونشوفك بمعارض ناجحة. إن شاء الله مستقبلك يكون حلو. شكرا يا علي لحضورك. أهلا وسهلا.